من هو جمال بالماضي؟ هو لاعب كرة قدم جزائري يلعب في خط وسط الملعب قبل أن يصبح مدربا. في 2 أغسطس 2018 تولى بالماضي تدريب منتخب الجزائر لكرة القدم خلفا للمدرب الشهير رابح ماجر، ونجح مع المنتخب الجزائري في تحقيق إنجاز تاريخي غير متوقع، وهو الفوز بكأس الأمم الإفريقية 2019، كما أصبح أول مدرب عربي وإفريقي ترشحه الفيفا لنيل جائزتها لأفضل مدرب رجال 2019. بدأ جمال بالماضي مشواره الكروي في فريق مدينة تشامبيني سورمان ثم فريق أسوسيون بري، التحق بعدها بمركز تدريب باريس سان جيرمان في سنة 1992، حيث لعب كجناح أيمن لمدة سنة في نادي العاصمة قبل تنقله إلى نادي مارتينغ الذي كان يلعب في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية آنذاك. انضم بعدها إلى نادي أولمبيك مارسيليا في موسم 1997، بعد إعارة إلى نادي كان ثم نادي سيلتا فيغو، لعب مع أولمبيك مارسيليا أيضا في موسم من 2000 إلى 2003 قبل أن تتم إعارته مرة أخرى لمدة عام لفريق مانشستر سيتي. بين سنتي 2003 و2005 انضم بالماضي إلى نادي الغرافة القطري لأول مرة خلال موسم 2003-2004، ثم نادي الخريطيات في الموسم الذي يليه. عاد بعدها إلى إنجلترا، حيث وقع مع نادي ساوثامبتون في دوري البطولة الإنجليزية الدرجة الثانية، قبل أن ينهي مسيرته سنة 2009 مع نادي فالنسيان الذي كان يلعب حينها في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ليبدأ بعدها مسيرته في عالم التدريب. في سنة 2010 تم تعيينه مدربا لنادي الدحيل، والذي فاز معه بدوري نجوم قطر مرتين. في سنة 2013 قام بالماضي بتدريب منتخب قطر الاحتياطي لكرة القدم لمدة سنة واحدة، والذي فاز معه ببطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم في إنجاز تاريخي أيضا. لتوكل إليه مهمة تدريب منتخب قطر لكرة القدم، والذي فاز معه أيضا بكأس الخليج العربي، ثم يجري إقصاءه مع منتخب قطر من الدور الأول لكأس آسيا 2015 المتأهل له. بعد ذلك عاد إلى نادي الدحيل الذي فاز معه بالعديد من الجوائز، منها دوري نجوم قطر في سنتي 2017 و2018، وكأس أمير قطر 2016 و2018، وكأس قطر سنة 2018، ليكون أول مدرب في تاريخ قطر يحقق هذه الإنجازات الثلاثية، ما أكسبه التقدير والاحترام كأحد أفضل المدربين الذين مروا على الدوري القطري. شارك جمال بلماضي 20 مرة مع منتخب الجزائر لكرة القدم بين سنتي 2000 و2004، كما كان كابتن الفريق في كأس الأمم الإفريقية 2004 في تونس. هو من مواليد 25 من مارس من سنة 1976 في تشومبيني سورمان. طوله 175 سنتيمترا،